وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بالتغذية، وطبعا مع دكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية. اليوم حنتعرف على فوائد الصبار الصحية ودوره في تخليص الجسم من السموم والتخلص أيضا من الوزن الزائد. مرحبا فيك دكتورة نادية. هلا فيك أهلا. خلينا في البداية نعرف أكثر عن الصبار ونبتة الصبار. إيه نعم، أول شيء نبتة الصبار مثل ما المشاهدين يدرون طبعا هي زرعة، وبالعادة يعني الأصل مالتها من أفريقيا ومن بلدان العربية أفريقيا، موجودة شوية بالهند. الحين تحتوي على هواية فيتامينات، تحتوي على أولا 18 نوع من البروتين، تحتوي على 20 نوع من المعدن، اللي معادن يعني اللي منهم الكالسيوم، الحديد، الزنك، الحين بنسبات يعني مختلفة. تحتوي على 12 نوع من الفيتامين، فيتامين B1 B2 B6 الفيتامين C، فتحتوي على هواية فيتامينات. يعني مثل ما نقول أنه مثل الحب مال الفيتامين، إذا ريت القرص مال الفيتامين ولكنه بشكل شراب يعني. نعم. طب نحكي أيضا أكثر على فوائده في تخليص الجسم من السموم. إيه نعم، اللي نسميه detoxification. هذا أولا يعني هو الصبار يعني نفسه يحتوي على الكاريسين اللي يقوي إذا ريت السيستم أو الجهاز المناعي بالجسم. نعم. فهذا الشيء هواي زين، يعني ينظف الجسم. وثاني شيء حتى من قبل يعني من قديم الزمان كانوا يستعملوه على مود الهضم، على أساس يسهل الهضم. نعم. الناس اللي عندهم إمساك الليونة مال الأمعاء يستعملوه على موده، فعلى مود هذا يعني نقول أنه ينظف إذا ريد جهاز الهضمي. نعم. طب بالنسبة للوزن الزائد دكتورة؟ يساعد هو مثل ما قلنا يحتوي على هواي بروتينات. فأكيد أنه مثل ما المشاهدين يدرون البروتينات دائما تأخذ أكثر وقت عشان تنهضم. صح. فياخذ أكثر طاقة من الجسم، فالاستقلاب بالجسم يكون يعني. صح. أعلى. فمن ناخذ مثلا باليوم مثلا تقريبا يعني إحنا نحكي من نص كاسة إلى كاسة، مو أكثر. نعم. من هذا يعني 150 ملي 125 ملي إلى 250 ملي يساعد إلى الاستقلاب، يزيد من استقلاب الجسم، الحرك بالجسم. فأكيد أنه بالأخير يعني يساعد إلى نقصان الوزن. نقصان الوزن. طيب دكتورة، يمكن هناك بعض الأشخاص ما بيناسبهم تناول أو شرب الصبار، فخبرينا عنهم وهل له أثار جانبية على هؤلاء الأشخاص وما هي؟ نعم، أول شيء أثار الجانبية مال الصبار حسب البحوث هواية قليلة. نعم. يقدر يصير عند الشخص حساسية مال الجلد أو حالة غثيان، هاي أول نقطة. ثاني نقطة، النساء عادة اللي تكون حامل أو اللي ترضع أو حتى الناس اللي عندهم مشاكل بالكلية. نعم. أو الناس اللي عندهم أوريدي حساسية بالبصل أو بالثوم، إحنا نقول إنهم بالعادة لا يأخذون الصبار يكون أحسن. نعم. طيب دائما أنا مثلا لما أروح على أي متجر بلاقي كل المستحضرات التجميل، كريمات، شامبوهات إلى آخره، أغلبيتها مستخلصة من الصبار. شو له علاقة بمدى محافظته على الجمال وجمال البشرة أيضا؟ نعم، مثل ما قلنا أول شيء إنه مثل ما قلنا هواي فيتامينات يحتوي. صحيح. عليها، ونفس الوقت قلنا إنه في أنتي أوكسيدنت، يعني الفيتامينات اللي فيه أكثريتها فيها أنتي أوكسيدنت، الفيتامين سي وهذني الأشياء. وطبعا عندنا الزنك اللي دائما أنا أحكي منه. صح. أقول إنه الزنك للشعر، للجلد، وعندنا طبعا كالسيوم وكل هذني الأشياء، فهذا يسوي إنه هواي زين يعني للجمال. فعلى مود هذا نشوفه بالكريمات، بالكريمات مال المساج. وهنا أنا رحت يعني أراوي اثنين أشياء سهلة، لأنه هواي ماسكات أكون. نعم. نقدر نسويها بالنسبة للشعر، بالنسبة للجلد. أول شيء بالنسبة للشعر، بس هو العصير يعني مال الصبار مثل ما هو. نقدر ناخذه ونحطه بس بالشعر، بس مساج نطي. وهذا يساعد إلى نمو فروة الرأس أو الشعر، لأنه pH أو إذا ريد الحموضة. نعم. مال فروة الرأس يعادلها. حل. يوازنها، فعلمت هذا يساعد إلى نمو مال الشعر. نحطه 30 دقيقة وبعدين نغسل. نعم. حنسوي ماسك بس لتنظيف الجلد. إحنا ندري أنه بالعادة نستعمل السكراب أو. صح. المقشر. المقشر. نعم. للجلد، على أساس خلايا الميتة تروح من يعني السطح من البشرة. من البشرة. من سطح البشرة. نعم. فهذا هو السكراب راح يكون أو. نعم. أو المقشر. المقشر. هو من الصبار. إيه نعم. نعم. فحنحط تقريبا خشوكتين من عصير الصبار، ملعقتين سوري. لا أنا عم بساعدك، ولا خشوقة، إنه خشوقة حلوة. صح، خشوقة حلوة، ملعقة حلوة، كلها حلوة. هنا أنا عندي طبعا شوية من سكر البني.
نعم اوكي ليساعد دائما للتقشير وللتنظيف طبعا. وهنا أنا عندي ليمون. هسه نحط الليمون هنا. عندي الليمون طبعا مثل ما ندري الليمون يحتوي على هوايه فيتامين سي صح. وهذا الشيء زين للجلد. هذا مقشر كم مره بالاسبوع ممكن نستخدمه؟ هذا مش كم مره بالاسبوع، كل 10 ايام مره. نعم دائما السكراب ما نستعمله يعني هوايه، كل 7 ايام مره، كل 10 ايام مره. فهذا عندنا شيء مخلوط هالشكل، نقدر نضيف له شويه سكر بني اذا اكثر ليصير يمكن ناشف اكثر. اكثر ناشف، اوكي، ونحطه تقريبا 10 دقائق وبعدين نغسل وجهنا فيه. نعم، يعني دكتوره نادي اليوم تعرفنا معك على نبته الصبار وفوائدها اللي ممكن نستفيد فيها في حياتنا، سواء كان من الوزن الزائد، تخلص من الوزن الزائد، السموم، ونهايتها كيف نحافظ على جمالنا كالعاده. شكرا كثير لك دكتوره، تواجدك معنا.